في محاضراتنا عن how to take history. كل فرع ستروحون إن شاء الله يعني أطفال نسائية باطنية عندهم أكو some modification of the history. أنا راح نحكي the principle of history taking in general وراح نعطيكم محاضرات أول شيء عامة تعال نسوي في focus history according to the clinical situation. باعتبار إحنا ما عندنا مرضى وده تأخذون history راح الجدول الثاني ينزل كclinical problem. زين الهيستوري طبعا dynamic process it refine with time. يعني سنتو الابيليتي معكم تاخذ هيستوري تختلف من تجون صف رابع صف خامس وسادس وحتى من يصيرون دكتور then junior and resident and then senior وهذا اخر شيء consultant. شوفوا الهيستوري معكم يتطور ويا الوقت يصير بي ريفاين كل ما الهيستوري ability to be refined and proper your diagnosis will be improved. Okay, what is the history taking? The history here is a patient story based on asking question to obtain information and this will help and aid in diagnosis. اللي يميز الطبيب طبعا اللي يميز الطبيب عن الاذر ميديكال بيرسونال اور باراميديكس هو انه the weapon we have. The weapon our weapon هو شنو الهيستوري اند اكزامينيشن. يعني ممكن تشوفون هسه برد ممرض ممكن او ممرضه عمليات ممكن كان دو اوبريشنز ان كان جيت يعني بريسكرايب تريتمنت and they do many actions better than the junior doctor من تجون انتو بجوز احسن من عندك بهواي اشياء بس هو يبقى ما يصير طبيب ما يقدر يصير طبيب. ليش ما يصير طبيب؟ لان ما عنده هاي الابيليتي اوف تيكينج هيستوري ما يقدر الشيء ياخذ شنو شلون ياخذ هيستوري ويسوي اكزامينيشن. فانا هاي المقوله مالتنا يعني يبقى النايب ضابط نايب ضابط ما يصير ضابط. احنا اللي ميزنا عن البقيه كل على الميديكال بيرسونال هو انه ability to get diagnosis and this ability built on a power of history and examination. يعني 85 يعني 85% من الدايجنوزز هو يعتمد على الهيستوري. فهو gathering data both objective and subjective. طبعا انتم تعرفون شنو objective and subjective عندكم فكرة يعني شنو مثل objective subjective information؟ objective يعني هو يحس بيها subjective تسيل عليها لا الـ objective تصير واضحة انه هي you find it. مثلا واحد عنده تحسه هو عنده مثلا جوندس عنده يلج ديسكلريشن هاي كل واحد يشوفه سبجكتيف الطبيب ما يشوفه يعني هو يفولنتير بعده مثلا بين احنا ما نشوفه يعني ما يروح يقول انا عندي الم اوضو تو سم يعني اكستنت من نشوفه مثلا هو ده يتلوى احنا عندنا سجشن نقدر نسوي انه نقول هذا هو عنده الم. فالسبجكتيف اللي هو البيشنت فيل ان فولنتير كانت بي اسيست باي ذا دكتور. الأوبجكتيف لا ممكن المريض يقوله ممكن أنت تشوفه. فإذا هي gathering data both objective and subjective for purpose of generating differential diagnosis. Diagnosis be level. آخر level هو definite diagnosis يعني تشخيص النهائي أو قبل working diagnosis أو قبل مثلا differential diagnosis. Differential diagnosis يعني عدة تشخيصات مقاربة. Evaluating progress following specific treatment procedure يعني احنا مو بس الدياجنوزي نسوي read the history and get diagnosis ممكن اريد نسوي evaluation للتريتمنت او للبروسيجر. سويت العملية يوم ثاني نتيد تشوفه شلون صار ورا العملية اعطيته treatment مثلا drugs antibiotic تيد تشوفه هذا يعتبر عن history. زين always listen to the patient. قاعدة الأولى the good doctor the good student
is the best listener, is the good listener. فاحنا listening لازم نصير excellent listener. عندنا هاي listening ability. ما تظل انت بس انت تحكي هاي، اسمع للمريض. هذا سير ويليام أوسلر يقول always listen to the patient. They might be telling you the diagnosis. ممكن تاخذ الدايجنوزز وتصير انت طبيب مشهور وجزء شاطر يقول كلمة هذا الطبيب كل زين. يعني الناس لانه شنو يسمع للمريض، يسمع شو يقول. زين هسه نحكي عن الامباثي، عنده احساس يعني بالمريض، مو يعتبره هيك فشي يعني. فدائما ابسط انواع الاحترام للمريض انه تسمع له. وممكن هذا listening ممكن يpick the diagnosis in early stage of history. The key principle of patient assessment. The patient assessment احنا ما نعتبر lecture هو يعني history taking. The key principles. First, it estimated that 80% of diagnosis are based on the history. تنقلوا. يعني 80% من التشخيص من ما قلت لكم هو مبني على الهيستوري. يعني احنا اللي الطبيب اهم وظيفة له هو مو التريتمنت. يعني التريتمنت ممكن يعطيك اياها المضمن، زين يعطيك اياها مثلا يجذب لنا تلك التريتمنت، مو تمام؟ يفتح جوجل ويكتب تايفويد فيفر، يقول له شنو التريتمنت. بس هو شنو اللي يميز الطبيب؟ هو ability to get diagnosis. And the diagnosis can be get based 80% based on the history. فاللي ما يعرف ياخذ history معناه ما يعرف يسوي تشخيص. وما يسوي تشخيص he is not a doctor. نستعمل systematic approach. هسه نحكي شنو ال approach اللي هو هذا السكيلتون مال history اللي مسويه. Practice infection control technique. يعني دائما اكو امراض انتقاليه ما اعرف شنو لازم يعني تاخذ هذه universal precaution. establish rapport with the patient. هسه نحكي عن rapport يعني علاقه. يعني انت مو تروح تدخل لردها اكو حتى ما يسلمون او تقول السلام عليكم، تجي تقول شو اسمك زين، تاخذ ايدنتي وين الوجع وين ما ادري شنو. هو هذا المريض يعني يقول هذا منه يعني وليش جاي يسالني وليش هاي، فما راح يتعاون وياك. احنا نريد شنو؟ rapport، علاقه. العلاقه تبدا اولا بالجريتنج، تسلم عليه، هي تدعي له ان شاء الله مشافه صحه وسلامه. شنو يعني تسوي؟ اول شيء تقدم للموضوع، تقدم تسوي علاقه. رابورت وذ ذا بيشنت، انشور ذا بيشنت از كومفورتبل اس كومفورتبل اس بوسيبل. يعني انت لا تخلي المريض يضوج ونشوفه تعبان عنده وجع دار ظهره منك. احنا لازم نحترم يعني ريسبكت ديجنيتي ونخليه دائما مرتاح. اكو اسئله حساسه مثلا مصف مرضى من شنو نمط بنيه وابوها واقف تسالها اسئله يجوز هي تنحرج. يعني دائما نحس قلنا هذا الامباثي وتخلي المريض دائما مالتك مرتاح. listen what the patient say. رجعنا للlistening انه لازم تسمع مو بس تسال، خلي المريض هو يحكي وتسمع له. هذا البرنسبل، كي برنسبل اوف patient assessment. الاسسمنت او كونسلتيشن هو طبعا هو نفس هذا الموديل. يعني قد نقصد الهيستوري سكيلتون بس هي اسماء معينه ما تطلع اسمها اسسمنت او كونسلتيشن. يعتمد على المريض نفسه. مثلا احنا بالتروما مثلا هذا ستاينر اللي هو سوى الاي بي سي دي ابروتش. مثلا بيجيك تروما ويجي واحد فول فروم هايت او بولت انجري، فما نقدر احنا ناخذ منه هيستوري مثل البروبر هيستوري تيكن. واحد جاي لك عنده بين لو عنده فيفر، هذا تروما يختلف. زين بالقاعد بالاستشاريه انت تريد تاخذ شورت هيستوري، هنا يختلف الموديفيكيشن والموديل اوف اسسمنت. هنا مثلا عندنا هذا الاي بي سي دي اير واي بريثنج، هاي يسموه اي بي سي دي، تعال تاخذوها ان شاء الله بالجراحه بالتروما. عندنا مثلا هذا اللي هو سيستميك ستراكشر سيوتبل موديل اللي هو راح نحكي عنه. واكو انتر بروفيشنال، يعني انتم بيناتكم مثلا انت تصير مقيم دوري ان شاء الله تصيرون اطباء، ويجي عمكم المقيم الاقدم او المقيم الاقدم يجي الاخصائي وانتر بروفيشنال يقدم معلومات، يريد يعطي فد مود. هذا يعطي يعني فد اسسمنت موديل تختلف عن اللي اسسمنت اللي احكي يعني بين المريض والطالب او الطبيب.
بعدنا multiple model of writing report and assessment. طبعا هاي اللي أول ما طلعت بالتواريخ يعني شلون نسوي analysis زين. أكو هاي transactional طلعت بالأساس. هيك بالهستري احنا ما بصراحة ذني ما نعرفنا لأن ما بس مجرد هستري. لأن نعرف آخر شيء هذا مع الكامبريدج اللي هو ماشي وهسه طلع narrative based medicine اللي هو سبي modification بالهستري. narrative يعني قصة ثالث قصة اللي هو نعتمد عليه احنا. هذا example على ال assessment protocol هو جالاري كامبريدج. ترى اسمها مو اللي تدخلون بها ولا تحفظها بس هاي مجرد معلومة تشوفوا. هذا الكامبريدج consultation guide يبدي بالinitiating session gathering information يسوي examination يوضح explanation and planning يوضح الخطوات للمريض ويسوي خطة واخر شيء يسد ال closing decision يعني ينهي الموضوع يعني هذا وحطون هو الستيب الأخيرة للبلان فور دياغنوزيس. أول ما نبدي preparation establish report and identify the reason for consultation. هذا أول ما نبدي يعني إحنا النوبات إحنا ما يجينا هو بالطوارئ يجينا بالاستشارية. مرة طبيب مثلا هو داخل بالباطنية ويسوينا استشارة للجراحة يعني هو يدزون علينا تعال شوفوا هذا المريض. ف تختلف الريزن فور كونسلتيشن. اول شيء لازم نحضر نفسنا للبريبريشن راح نحكي عليه شنو البريبريشن وشنو هاو تو استابليش رابورت. نبدا بالبريبريشن بريبير يور سيلف. لازم انت اندامك وتلبس صدريه تحضر مثلا يونيفرسال بريكوشن اكو مثلا انت مرضى مثلا بالحميات دول الوبائيات لازم تاخذ بريكوشن مالتك. انت اذا تفوت بالار سي يونت لازم تلبس ملابس معقمه وتلبس يعني ايش كل عمود. فيو شود بريبير يور سيلف ذا انفايرمنت دائما يعني المريض نخليه ان ابروبريت انفايرمنت يعني مثلا نخلي اكو قلت مثلا جمعين عليه كم واحد ما يقدر يحكي كان يعني ديليفر سنسيتيف انفورميشن. لازم نحافظ على الانفايرمنت البرايفسي زين لايتنج الجود لايتنج مثلا زين. اف يو ار ان باد مود يعني انت اذا انت تشوف نفسك يعني تعبان ما عندك attention distracted حاول لا تاخذ history وتبني diagnosis. you should prepare yourself يعني تيجي للمريض وانت في احسن ما يكون مو والله باشر عندي امتحان وعندي قلق وما اعرف شنو دول مثلا طلاب البورد دراسات ويجي بالطوارئ داوم ياخذ history تلقى ما يعني ما راح يقدر يوصل للproper history taking and then proper diagnosis. المريض طبعا لازم هنا مثل نايم تيجي توقف على الجهة اليمنى من عنده زين وتقعد قباله. هاي هسه شلون initiating او establishing rapport احنا بضمن بعدنا how to initiate session يعني شلون نبدي بالهيستوري. قلنا نسوي establish prepare yourself environment انه بسوي establishing rapport. الرابورت هو قلنا العلاقة. اول مرة تبدي بالسلام تسلم عليه تحييه. احنا دائما مثلا المسلمين هاي نقول له ان شاء الله عندك العافيه ان شاء الله تقوم بخير ان شاء الله تطلع من المستشفى من وقت زين. حاول هذا زين. seeking consent تقول له مثلا انا فلان انا طالب طبيه مثلا انا طبيب اثنين هنا بالمقيم هنا أنا. تاخذ consent يعني تاخذ موافقه لتبدي المعلومات على المتاخذ. هو مو مريض يعني بالمستشفى يشتغل عند الطبيب لو عند اي واحد ما هو عنده احترام جزء مريض يطيس جزء مريض يحكي زين. تختلف اللي المريض اللي يجي للطبيب بالعياده ويجي هذا هو جاي يريد يتعالج بس انت كطالب تجي للرده او نوباتك وهاي برايفت مثلا وورد جزء مريض يحكي يعني. فلازم ناخذ كونسنت and you should respect the patient. اذا قال لك انا مثلا تعبان دكتور انا عندي الم ما اقدر تلقى مريض قبلك ماخذين من عنده معلومات هيستوري تو فحصي تو مسوي له مثلا بلد تيست هذا وحاطي له كاتيتر هو يعني تعبان يعني
you should respect the dignity. مو يعني إذا يرفض إحنا ننتقم من عمره، والله هذا غصبا عليك أنا أخذ معلومات وأنا هنا الطبيب بالردها وأنت مريض ولازم تسمع حكي. إحنا ما عدنا شيء، إحنا مو من بوليس ستيشن. أوكي، كل الأمور تبدي لازم نحافظ على علاقة طيبة ويا المريض، على المود يتعاون يعني، وبالتالي يعطينا يعني proper symptoms and then we reach to proper diagnosis. هاي بالبداية طبعاً حكينا عن الرابورت، إن إذا عندكم شيء بابا قولوا لي، حكوا يوقفوني إذا يعني شيء ما فاهمي. زين تمام شباب، زين حبيبي تسمعوني؟ انا اريد شيء انتركتيف، يعني اريد انتم تقولوا لي يعني اذا اوكي اذا مش سريع او شيء نقطه ما فاهمين قولوا لي ارجع. مفهوم؟ نعم. اوكي، هسه انا عرفنا شنو الرابورت، هاو تو استابليش رابورت، هاي بدايه الهيستوري. عندنا بيتفولز يعني مطبات، اشياء نتجنبها، نعطي فولس ريشورنس. مثلا هو عنده كانسر سي بريست وهذا ما تعرف فيه انت طبيب ولا طالب له، تيجي تقول له والله كلش ما كل شيء ما عندك، وصحنا دائما نشجع الميت بس مو تعطي فولس ريشورنس، تقول له والله امورك كل زينه وما عندك شيء. جزء الميت يقول لك يعني ما عندي شيء، انت تريد يعني ما تريد تقلق، فتقول له اي لا ما عندك شيء هاي، وبالتالي يصير كانه فولس ريشورنس. يو شود avoid هذه طبعا شنو pitfalls، يعني you should not do it، you should avoid it. Giving unwanted advice يعني ما مرغوب به، using authority تستعمل انت تقول مانا مكان الاخصائي ويعني تسوي قرارات تسوي ديجن. احنا طالب انت تجي لا تستعمل يعني حاول تاخذ authority of other. Using you should avoid why question، يعني احنا ما هسه نحكي على شلون ناخذ المعلومات، ما نعطي دائما هذا واي، ليش جيت للمستشفى؟ ليش عندك الم؟ ليش ما جيت من وقت؟ You should avoid that why question. Use provisional jargon using leading or biased question. هذا هسه تعرفوه شنو يعني leading or biased question، نحكي عليها ليه. Talking too much، لا تتحدث هواية، حاول اسمع اكثر مما هذا، ولا تقاطع المريض or changing the subject. مثلا يريد يحكيك موضوع صح انت يجوز نوبات، you should lead him to the proper يعني talk، اللي هو نوبات المريض يحكي معلومات ما تخصنا مو مهمة، بس انت يعني حاول تحترمه، يعني لا تضل كل ساعة تقاطع، لا تغير الموضوع، وبالتالي راح يصير distraction loss of confidence، والمريض طبعا ما راح يتعاون وياك وما راح يلقى تالي يجوز يعطيك اشياء غلط. هذه الكومن بيتفولز يو شود افويد. دكتور مالي دكتور يوزنج واي كويستشن، ليش ما نستخدمها؟ اريتيتنج بابا، يعني هو هسه يقول لك هذا هو طبيب لو شنو يعني، وانا طبيب لو هو الطبيب، شو كل ساعه يقول لي ليش وليش وليش؟ يعني اول شيء هي اريتيتنج، وثاني شيء راح تعطي فت فولس يعني فولس بليف لانه هذا اللي قدامه از نوت ماتش افيشنت از نوت كومبيتنت. زين يحاول انه ده يفسر الامور على يعني بيطي رساله خاطئه للمريض، المريض بس يفقد الثقه بطبيبه ما راح يعترف به، يقول له سوي انفستيجيشن جزء ما يسويه، تلقى جزء يطلع على مسؤوليته ويروح. فانت لازم تحافظ على انه سمعتك وعلميتك، فهذا ان الواي كويستشن احنا نستعملها بس تو ليميتد in some situation، مو يعذر انت تستعملها هواي تكرر. تمام، هنا طبعا ضمن الرابورت انه يقول لك sit square on facing the patient، يعني شنو sit square؟ يعني تجلس او توقف قباله مربع، مو مثلا مطي ظهرك وتاخذ منه معلومات، لو هتش قباله على صفح انت، يعني هاي من ضمن شلون اللياقه الادب والاحترام. يعني maintain open body position، يعني تواجهه leaning slightly forward، يعني شويه تنحني، طبعا هاي من باب الاحترام والتواضع، انه طبعا المريض يحب الطبيب المتواضع. يعني اكو اطباء مو كلش هم عندهم علميه
ولا عندهم مثلا كفاءة بالعمليات، بس تلقاه لي انه هو يتلقاهم وطيب ومتواضع ويحترمهم، تلقاه كل السمعة عنده قوية، وحتى لو يصير عنده مثلا فولس دايجنوز ما حد يحكي عليه ولا دائما يعذروه، يقول هذا خوش طبيب دكتور يعني متواضع وحباب يعني. فيشد لين فورورد اي كونتاكت از مينتين يعني تباوع اللي تباوع عينك بعينه من تحت يعني زين، ان شود بي ان ريلاكس بوزيشن ان ابروبريت بوستر يعني لا تجي انت مشنج، حاول انه نفسك مسيطر عندك سيلف كونفيدنس حتى المريض يصير عنده كونفيدنس وذ يو. هذا اللي قلنا اكو اوبن كويستشن اكو كلوز كويستشن اكو ليدنج كويستشن. احنا هنا بالهيستوري نتجنب الليدنج كويستشن، ما نعطي ليدنج كويستشن، نفتي دائما نستعمل اوبن كويستشن خاصه بالتشيف كومبلين. بس استاذ بشار وهذا اعتقد هو يعطيكم ال يعطيكم التشيف كومبلين والبريسنس اللي هو طبعا الهارت اوف هيستوري، يعتبر هو البريسنس لان هو بنهايته يصير الدياجنوزز وركينج دياجنوزز او الديفرنشال دياجنوز. فنبدي باوبن كويستشن يعني شلون احكي لي شلون شنو اللي صار عندك شلون بدت هاي الامور، نستعمل دائما كويستشن هاو زين اوبن كويستشن. كلوز كويستشن نستعملها من بالريفيو اوف سيستم دايركت كويستشن، بس ليدنج كويستشن شنو نقصد بالليدنج كويستشن؟ يعني نعطي سجستشن يو ليد هيم تو سي يس اور نوت تو سي سمثينج ان اور مايند. يعني احنا ده نقدم له بحيث نقول له يا ما يعني تودي الى فد منطقه هو محصور المريض زين، يقول لك يس اور نوت، ما راح ما يقدر يعني ينحرج من عندك لان يعني انت اعطيته سجستشن. فممكن هذا تدينا الى انه فولس انفورميشن اند يو بيز اون فولس دايجنوزس. هذا اكزامبل على مثلا ليدنج كويستشن، يو ار نوت الرجيك تو اني ثينك ار يو، يعني انت ما عندك حساسيه لاي شيء مو، شنو يقول لك المريض؟ دكتور اي ما عندي. فهذا يعتبروه شنو ليدنج كويستشن. ار يو جوينت بينفل ان كولد ويذر، انت تعطي سجستشن، انت المفروض تعطي يمتى يصير عندك الوجع، وين ود يو فيل ذا جوينت بين، يمتى هاو زين ان وش كونديشن، مو تقول له ان كولد ويذر اعطيته سجستشن انت. فممكن يعطيك فولس ريبلاي فولس انسر. الاوبن كويستشن هاو كان اي هيلب زين، يو سيد هافين ا بين اون موفمنت، كان يو تيل مي which movement make your pain worse. هالشكل يعني قضايا مفتوحه تخلي المريض هو يحكي اللي عنده، يعني مو انت تعطي مقترح ويجاوبك جزء جاملك يقول لك هذا جامله دكتور استحمل عنده. وانا استحترم الطبيب يعني مثل قبل يعني سوي لو صار اقل قبل يعني عندهم الطبيب الناس مثل الاله ما حد ينطخ بي وما يصير يعني هذا حتى صوته ما يعني شي قبل احنا من كان كلش عندهم احترام واكو ناس هسه بعدهم يعني. فانت تحاول كواي جاملوك من تعطيهم انت فشي جزء هو جاملك يقول لك ايه ما يريد يعني يكسر بيك او غير الكويستشن. اوكي هسه فهمتوا شنو الليدنج كويستشن از بروهيبيتد ما تستعملوها تمام. Initiating the session بعدنا قلنا احنا the practitioner role combine establish report listening demonstrating empathy. هاي الامباثي يعني انت demonstrating لازم تعبر عليها انه انت شفوق رحيم بتحس بمعاناتك، يعني مو هو حاط عنده ألم او عنده قضية وهاي وانت cold feeling، لا الطبيب هو بحد ذاته رحوم عنده رحمة، انسان قلنا المرضى والناس بحب القلب الرحوم اللي يحس بيها. فهذا الامباثي سموه سيمباثي او امباثي. يوشيب فاسيليتيتنج يعني ساعدة بالاشياء يعني بالهيستوري، تعطي مثلا اكزامبل اذا ما يعرف اكو ناس يعني مو كلها يجوز يجيك واحد من طبيب هو مريض او مهندس او عنده في الشهادة ويجيك واحد هو حتى ما يعرف يقرأ ويكتب، فأنت أشياء لازم تساعدهم يشد clarify توضح لهم الصورة توضح لهم الهدف. The second stage هي gathering information. The second stage of Cambridge guide زين
تعتمد على البيشنت بيرسبكتيف باي ميديكال بيرسبكتيف. يعني انت اللي شنو البيرسبكتيف؟ يعني المنظور او النظره. زين الباك جراوند هاي هسه نحكيها بالتفاصيل حتى نبدي بالبريزنتالنس. طبعا قبلها يسموها يعطيكم استاذ قحطان اسمها الايدنتيتي الديموغرافيك داتا، يعني بيشنت نيم ايج الادريس ماريتال ستاتس الاكيوبيشن ريليجن نيكس اوف كين، هذا اللي كلها يسموها ايدنتيتي. زين او البيشنت ديموغرافيك داتا. احنا نبدا الهيستوري يبدا من التشيف كومبلينت بريزنتالنس، شنو اللي عندك من الكومبلينت. هذه مختصرات السكرت وفكرت هذه هسه نحكي شنو مختصر هاي اللي الكلمات يعني. عندنا باس ميديكال هيستوري، عندنا دراك هيستوري، عندنا سوشيال هيستوري، فاميلي هيستوري، ان سو تاخذوها بالتفاصيل. تبدا الجاذرنج انفورميشن من ال من التشيف كومبلينت. هذا طبعا شنو هذا السوكرز مختصر يعني شنو مثلا بين السايت مالته الانسيت شلون بدا صدل له جراجوال انسيت كاركتر شلون يحسه كوليكي بيرنينج تايتنس ديسكومفورت فيج هذا الكاركتر يعني نوعيته. راديشن هو باقي مثلا ابر ابدومن لو يروح ينزل لو باكيك لو ينزل على رجليه على راديشن يسموه. الفيتنج فاكتور شنو اللي رايحه شنو يخفف الوجع الوقت ويا الاكل من ينام من يمتى من يتحرك شنو اكسسربيتنج فاكتور شنو الاشياء اللي تهيج الوجع ان سيفيريتي. وهذا نقدر نستعملها حتى مو بس البين حتى بالشورتنس اوف بريث بهذا نقدر نسوي ميديكيشن. هذا طبعا نقدر مثلا البروفيجات فيها نفس الاكسسربيتنج او الريليفنج فاكتور كواليتي يعني شنو النوعيه ريجن وين والراديشن سيفيريتي والتايمينج. هاي يعني خاف غير ذاك احسن طبعا السوكرز باكثر يعني. وإن تقريبا بالكتب مالتكم مثلا بالباطنيه ما كل وايد او احنا عندنا فيزيكال ساينس او النورمال براس بالجراحه تقريبا 11 فقره تسال بها على البين 11 فقره بس هذه المعلومات اللي نسال بها. نشوف وجهة نظرة للpatient perspective يعني مو ناخذ رأي احنا الميز شنو عندك يعطينا دياجنوز لا وجهة نظرة طبعا احنا مو كلش نستعملها بس يعني نوبات انت اذا تصير ريفاين كلش good historian تظل تحترم هاي الفقرة انه patient perspective يعني منظورة شنو فكرته هو جاي عنده chest pain يطلع هو عنده امار تقرب المرضى يجي يقول لك انا عندي ضربة قديمة يجوز هاي هنا دكتور وصارت ما يعني ما يعرف انه هذا سيريوس ثينك هو عنده اماي مايكارد انفكشن ومن جيت ديف فيعتبرها في سمبل ثينك. فانت تاخذ شنو الايديا شنو البليف مالته وات از كونسرن وات از اكسبكتيشن توقعاته وات ذا بروبلم افكت اون ذا لايف وات هي فيلينج وات ذا فيلينج. هذه طبعا كلها يسموها منظور المريض وجهه نظر المريض بيشنت بيرسبكتيف. هذا السيستميك ريفيو هم انتو تاخذوه بالتفاصيل ان شاء الله يدوكم يا الاساتذه يعني سنترال نيرفس سيستم الاندوكراين كارديوفاسكولار الجي اي تي ريسبيرتوري يعني كل واحد بي سيت اوف كويستشن يعني هذا فد مجموعه من الاسئله هاي بيها يسموها دايركت كويستشن. احنا الاوبن كويستشن نستعملها بالبريزنتالنس ببيشنت بيرسبكتيف. من نجي للريفيو سيستم نستعمل direct question closed question سموه بس leading question قلنا شنو ما نستعملها leading question genitourinary يعني هاي مال woman woman يعني قصدي gynecological أو menstrual history هاي بلي شنو الفرق بين closed question والleader question closed question يعني انت ما تعطي suggestion يعني سيلة مثلاً تقول do you have anorexia يعني عندك لعبة يعني فقدان شهية عندك ما تطير تقول له والله عندك هاي عندك يعني جزء لأن وجعك بمعدتك يعني تطير suggestion أنا هاي leading question يعتبر the close question. إحنا بالreview of system هي set of a question
يعني مرتبيها مثلا بجايتي مثلا في 15 سؤال نسأله، هذا اني دايركت كلوز كويشن، اوكي دايركت كويشن، بس مو ليدنج. ليدنج احنا ما نستعملها بالاستريتور. فالفرق انه ما بيها اسامبشن. انت نوبات الطبيب بباله، وحتى طبعا هاي البروسيسنج انه عنده بباله بري يعني اشياء، هو بباله مثلا يجي واحد مريض عنده بين، هو يريد يفصل يفصلها عند رايت لك فوسا بين، يريد يفصل المريض هو عنده اكيوت ابندسايتس، هو بباله هذا الطبيب جاء عنده مادام بين يريد يسوي زائد بباله، هو مو متعمد بس هو بباله انه الدياجنوز هي اكيوت ابندسايتس، فيظل شنو يعطي سجشن للمريض، البين جاء منه نزل هالشكل مو، يظل يعطي سجشن يسوي له تبلد يسوي له سكيلتن اوف سيرتن دياجنوزز، وبالتالي هو يطلع غلط المريض، جزء يطلع عنده جاسترونترايتس ولا غير شيء، او هو عنده مزدنتك لنفدنايتس يقول له هذا شايف اطفال يجون بين ما شنو يقولوا له هاي بلاعيمه والتهاب عقد لمفاويه، فيظل يسوي في الصوره بباله، وبالتالي راح يخلي كويستن ان ان بالسب كونشس ليفل، يخلي فسيت كويستن حتى يوديه هذا الدياجنوز بالسب كونشس ليفل، وبالتالي راح يروح الى فولس دياجنوز. فانا هنا من البدايه نصير سيستماتيك، لازم نصير نيوترال، وما ما نحكي يعني قلنا نستعمل اما اوبن كويستن او انه بالريفيو اوف سيستم نستعمل دارك كويستن. اوكي واضح دكتور، شكرا. هذا الريفيو اوف سيستم مريت عليه سريع بابا، هاي خلي تاخذوها يعني، احنا مو موضوعنا، موضوعنا هو المرحله انه بس انترودكشن او تيك هيستوري، هاي التفاصيل تاخذوها بالنكست ليكتشر. جاذرينج انفورميشن قلنا لازم نحافظ ثرو ذا هول اسسمنت ثرو هول كونسلتيشن موديل، مينتينينج رابورت دائما نضل المريض، ما بعد حتى نعطي نكته نضحكه يعني ديورنج نشوفه من يشوفه ضايج ضاج المريض نكته نعطي نكته نضحكه نحاول نلطف الاجواء زين، حتى نخلي مينتينينج رابورت. قلنا لازم نسمع له ديمونستريتنج امباثي. اخر شيء طبعا من نكمل نسوي سمرايزيشن، نكتب شنو توصلنا له يعني، نحطه بفورمه نكتبها ونرجع نقراها ونشوف شنو عندنا ديفكت ونكمل كل الهيستوري. وراها طبعا هي دي الاكزامينيشن، الاكزامينيشن مرحله تيجي ورا الهيستوري زين، والاكزامينيشن طبعا هم راح افوت عليه بشكل مختصر هيك مقدمه يعني. يو شود بريبير يور سيلف، هذا الكي ويبر يعني ويبر هاي المناديل مال التعقيم والمناديل نحضر. يو شود اكسبلين ذا بروسيجر، قول يا بارد اريد افحص مثلا بطنك، لازم تكشف بطنك هيك تحط هيك، لازم نحضر انفايرمنت مو برد الغرفه بارده ونكشف يعني زين. يو شود بريبير the environment، ناخذ consent صوت يعني consent، تعرفوا شو consent؟ موافقة المريض، ما نسوي شيء بدون ما المريض يعني يقبل. the privacy and dignity يعني السرية والاحترام، يعني مو نطلع نوبات حتى مثلا بطنه، بس المريض ما يريد يعني حتى يجوز لأخوه يستحمل يعني خاصة بالفيميل أو حتى بالأطفال، شوف زواج أطفال يجي ولا طفل عمره 4 سنين ولا سنة طب كشف طلع الجينيتالي، هو صح انه طفل بس هو الطفل اله هز ديجنيتي هز ريسبكت ان هز بيرسوناليتي، فمو يعني احنا وقلت لك المريض يحب الطبيب اللي دائما هيك يباوع عليه يبتسم له يتواضع ويحترم شخصيته يعني. هسه شوفوا انه ما تبرد المريض عصبي ونقول له ما يقبل نحترمه ونطلع يعني، مو ان نضل نتعارك وياه ولا تعال لازم نفحصك وما ادري من زين. الشابرون هذه يعني المرافق المريض، نوباتك وحالات نحتاج المريض واقف خاصة بالفيميل، احنا مجتمعنا لا تفحص مريضة وحدك، اخذوها بابا يعني نصيحة من اخ لكم انا اكبر، انتوا باجي تصيرون اطباء لا تفحصون مريض فيميل وحده، لانه هواي صارت مشاكل وتالي تطلع تدنيكم هين أجلكم الله عديمات الأخلاق تيجي يقول لك هات حارش بي وسوالي ما أدري منه وسوي لك مشاكل، وصارت عندنا هواي مشاكل وطباء راح سمعتهم، وحتى يكون صار عليه مجالس تحقيقية من وراء شغلة بسيطة زين. فنوبات نحتاج مرافق المريض سمو شافرون.
هاي البروسيس اوف اللي هي الفورث ستيج مال جامبريدج ورا ما يسوي بروفايدنج انفورميشن عندنا يسوي ريكول اندرستاندينج ان اتشيف شيرد اندرستاندينج ويا الميد ويا البقيه ان بلاننج دي شير ديسيجن ميكينج اخر شيء شو نسوي يعني زين هاي المراحل هسه انا مفصلها يقول يعني بالبروفايدنج كوركت اماونت هاي بالاكسبلينيشن بلاننج تشانجينج اند تشيكينج يعني التفصيل والفحص زين يعني هو نفس الموضوع لازم نرجع نهضمه نستوعبه نشوف هناك في الديفكت نرجع ناخذ هيستوري الهيستوري طبعا هو دايناميك بروسيس نوبات احنا ناخذ من المريض هيستوري ندخله بالردها بالليل مرحبا جوال ون بلس 8 ميسنج نرجع ناخذ هيستوري مرت اللخت يعني هو مو يعني قطعه واحده الهيستوري لا نقدر نكررها نسوي ريبيتيشن بي موديفيكيشن اد ان اكوريت ريكول اوف اندرستاندينج عن طريق نستعمل ابروبريت لانجويج نستخدم فد لانجويج بسيطه للمريض يفهمها وقلنا حسب الليفل اوف ادكيشن نعطي ابروبريت اكسبلينيشن لو ما هو المريض حب يعني يقول لك ترى انا يجي مخنوق عنده شورت ندري يعني اشرح له يعني حتى مثلا هو يقول لك دكتور شنو اللي عندي مثلا او انا تقول له بدي اسوي لك اكس راي تالي مثلا ورا تشرح لي ليش نسوي اشعه على المود يبين لنا في الشيء او ليش نسوي مثلا نسوي لك احنا اول جي دي اندوسكوبي اللي هو انفيزيف هذا البروسيجر تحتاج ابروبريت اكسبلينيشن شيرينج اندرستاندينج ويا المريض ويا بقيه الاطباء الزملاء انكرج ذا بيشنت تو كونتريبيوت دائما نشجع المريض يشارك بالقرار قلنا بقرار مثلا الانفستيجيشن بالقرار التريتمنت بدنا نسوي سيرجري خلي المريض هو يشارك بالديسيجن مو احنا نقول له يا ابا لازم هيك تسوي هيك تسوي بدون ما نسوي له اكسبلينيشن اند انكرجمنت اخر شيء طبعا هو الديسيجن ميكينج نحط بلان اخيره وعلى ضوءها على مدوس الدياجنوز هاي البلان تتضمن انفستيجيشن تتضمن سيرتن ميجرز هاي كلها ضمن الخطه الاخيره اخر شيء كلوزنج ذا سيشن بالهيستوري نريد نسد ال يعني ننهي المحادثه ويا المريض زين لازم عندنا طبعا اول خطوه انه الفورورد بلاننج شنو اللي ببالنا قبل لا ننهي يعني عندنا بعد شيء اضافات نقدر نسوي فالشيء لازم عندنا هاي الفورورد بلاننج انشورنج ابروبريت بوينت اوف كلوجر هاي الفورورد بلاننج مثلا ديسكاس ذا نيكست ستيب possibility of opportunity for health education, safety netting. Safety netting يعني تشرح المريض بطريقة آمنة إنه هو شنو اللي عنده وش راح نسوي له يعني زين. هو ما يعرف تفاصيل بس لازم إحنا نشرح له إنه أشياء مثلاً ممكن نحتاج مستقبلا احنا راح نسوي لك هسه مثلا الترا ساوند اوف ابدومن بس نحتاج ممكن سي تي سكان تالي نحتاج ممكن اف ان اي زين يعني مو تقول له مثلا نوبات المريض شنو اللي لازم دكتور انت ما قلت لي قلت لي بس سوي سونار بس بعد ناظور اريد نسويه او نسوي له زرع هم يضوجون طبعا من كلمه هاي السايتولوجي فانا عاده اخر شيء من نقفل السيشن لازم عندنا سيفتي نيتنج يعني عندنا في خطة أمينة نقدر عن طريقها يعني شلون نقول احنا دائما نقول حتى بالعامية نقول خلي خط رجعة يعني حتى لما يصير عندك مشكلة يا زميلك يعني لا تقطع الأمور كلها يعني تقصها زين تبترها ممكن انت هذا اليوم شو اسمه جز تحتاجه باكر بغير شغلة خلي له خط رجعة وياه انشورنج ابروبريت بوينت اوف كلوجر We summarize the consultation. هاي يعني شنو الايتمز اللي بالinsuring appropriate point of closure. Final check the patient agreement for investigation, for the plan, for correction. نسوي brief summary آخر شيء. يعني نكتبها written brief written summary للليست المالتك. نقول مثلا هذا ما يريدش عمره هو سموكر عنده مشنو يعني هاي تالي تعلموها ويا الوقت. رجعنا للآخر شيء لهذا الجايد مال كامبريدج كونسلتيشن جايد نبدأ بال
initiating session, gathering information, physical examination, explanation and planning. بريد نحط خطة الأخيرة نشرح للمريض, بريد نسوي treatment أو بريد نسوي investigation. خلينا خطة ونسد الموضوع in safety netting procedures. أعتقد أنا هاي آخر شيء, آخر سلايد اللي هو summary لكل المحاضرة. زين, نبدأ دائما systemic in our approach. دائما قلنا you should establish rapport, you should be a good listener and clarify and summarize the information ونكتبها. Provide safety net, recognize own boundaries, seeking senior support. نوبات احنا يعني انت مقيم او طالب او حتى مقيم, نقول له احنا راح يجي الاخصائي او نحتاج اخصائي بعد يجي يشوفك, هو اللي يحط الخطه للعلاج. اوكي, او نحوله مثلا طبيب اخصائي يقول نحتاج نحولك الى مثلا نحتاج نفرولوجيست, عندك مشكله بالكليه وهكذا. هاي هذا مختصر لكل الهيستوري سكيلتون. اعتقد هذا اخر سلايد, ما عنده شيء. هي مقولة طبعا للنفس الويليام, هذا أوسلر غوايل سمعون بي سير ويليام أوسلر, يقول the medicine is learned at the bedside not in the classroom. يعني احنا إذا تتعلمون الطب تتعلمون وين؟ بالمستشفى. المريض نفسه هو اللي علمك. المستشفى هو معمل الأطباء. الكلية تقدم لكم knowledge بس النهاية التعليم الحقيقي يصير على المريض. وإن شاء الله تنتهي الأمور وترجعون إن شاء الله للرد هات وصيرون كلكم أطباء. مفهوم؟ إذا عندكم شيء question أنا خلصت. يعني هاي الـ introduction to history والتفاصيل تجيكم إلى ساعدت إن شاء الله أشرح لكم. يعني عندكم شيء بابا؟ عندكم سؤال؟